أما هلأ وصلنا لمساحتنا الطبية. اليوم ضمن الصيف كتير من الأشخاص بيعانوا من موضوع فرط التعرق، وبيكون محرج لأشخاص كتير بحياتهم العملية طبعاً. بين رفقاتهم وبين الناس يلي بحبون. أكيد في ناس بتقلك أنا ما بدي أطلع شوب كتير، فهي ما بتقلك السبب أنه أنا حدا، أو حتى يمكن شو صار في علاجات بالبوتوكس وغيرها للتقليل شوي من فرط التعرق، ونحن لسه ما بنعرف يمكن شو سلبيات هي العلاجات. أكيد في سلبيات وفي إيجابيات. اليوم كرمال نحكي عن شو أهم الطرق اليوم لحتى نخفف من موضوع فرط التعرق. هيكون معنا ضيفنا لليوم الدكتور أحمد عرقسوسي، استشاري عامة وجراحة صدر ومناظير. صباح الخير. أهلا وشكرا. كيفك حكيم؟ يا أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. مثل ما قلنا قد هذا الموضوع محرج فرط التعرق، خلينا بالبداية نعرف شو هو وليش بعض الأشخاص عندهم فرط تعرق والبعض الآخر لا. هلا فرط التعرق بشكل عام هي حاله فيزيولوجيه، الجسم بيتصرفها بشان انه يخفف الحراره، تمام. هلا الفكره بفرط التعرق انه عم بيصير انه نحن الجسم عم يفرز عرق بشكل غير ملائم، يعني احيانا ما في شوب، ما في شيء، بتلاقي مريض ايده عم تشفشر مي مثلا، شلون ما طاقته وكذا، عرفت كيف؟ بشكل عام الانسان وقت بيبذل جهد بيتحرك مثلا طلع دراج كذا شلون طبيعي التعرق حاله فيزيولوجيه، لانه كمان الخلايا العرقيه في تنظيم ذاتي شلون. هلا المسؤول عن هالشيء هذا بالجسم بشكل عام هي الجمله الوديه. بعض الاشخاص لاسباب مرضيه هل بنحكيها دائما شلون، ممكن داء السكري مثلا، ممكن فرط نشاط الدماغ، بيكون عندنا فرط تعرق زايد، هذا بنسميه فرط تعرق ثانوي. في ناس ثانيين لا بيكون عندهم منهم عم يتعرق او من عندهم امراض مثلا فرط نشاط، من عندهم سكري، وبنفس الوقت بدأ عم يتعرق دائما شلون، قبل ما يسلم عليك عم يمسح ايديك. هلا بالصيف كل الناس بتعرق، هي الحاله اشياء بتلاقيها بالشتاء، بس بتلاقي انسان لا شوب ولا كذا وايديه عم دائما عم تعرق وشه وكذا، عرفت كيف؟ نحن عاده وقت بيجينا هيك مريض بنقيم نتاكد انه ما في عندنا امراض ثانيه، مثل ما قلت لك لا عندنا داء سكري، ما عندنا مثلا فرط نشاط دماغ كذا، تمام. وقت ما بننفي كل هالاسباب هي بنقول عندنا فرط تعرق اساسي. فرط تعرق اساسي هو الجمله الوديه عم تفرز، تعطي يعني اشارات عصبيه للخلايا العرقيه تفرز بشكل غير ملائم باوقات غير ملائمه شلون، بدون ما يكون في شوب، فهذا اسمه فرط تعرق الاساسي. هلا بنحكي بقى تدبير كل قصه لحالها. طب حكيم اليوم ذكرت نقطة انه هو حالة طبيعية، جسم اليوم بيبرد حاله عن طريق الجهاز العصبي، تمام. ذكرنا بالمقدمة انه في ناس بتروح لموضوع البوتوكس لموضوع الحقن. طيب اليوم التعرق هل هو حالة كونه حالة صحية وهو سموم؟ هل هو اول شيء خلينا نتفق هل هو سموم خارج الجسم تطرح او لا؟ هلا نحن كثير ناس من المرضى بيحكوا معنا بنتناقش معهم في بعض المعلومات المغلوطة. العرق هو يعني افراز طبيعي للماء الزايد بالجسم الاملاح، بس الماء الزايد بالجسم الاملاح مو بتنفرز بس عن طريق العرق، يعني بتنفرز عن طريق الكليه، تمام. الحديث اذا كان في يعني مو والله اذا ما عرقت معناته انت خلص عم تحبك، والعرق مو سم، هي نقطه رقم كثير مهمه. النقطه الثالثه والافراز الاساسي للماء الزايد من الجسم يعني بتفاجئوا الناس هو عن طريق الرئتين شلون، بهواء الزفير شلون، فبيكون افراز الماء اكثر. فنحن وقت عم مثلا انه مريض عنده فرط نشاط فرط تعرق زايد، وقت عم تعملي اي طريقه سواء بوتوكس او مثلا تنظيف خزع ودي كذا شلون، فانت ما حبستي السم، بقول لك حبسم لا ما حبسم انت شلون، الجسم حيلاقي طريقه ثانيه لحتى يفرز الاملاح ويفرز الماء الزايد شلون بطريقه ثانيه شلون. فهي ما انت للاسف انه والله نحن حياه طبيعيه، حياه طبيعيه الى شروط معينه شلون. بتصير احيانا زيادتها هي حاله مرضيه صار بدها تدبير، احد الطرق اللي رح نحكي عنها هلا. طيب لاحظنا دكتور نقطه، في حدا يعني مساواها صار عنده تكتل بسبب حبس هاي الماده او شيء، اليوم هذا هو ممكن يكون خطا طبي او لا كانت النتيجه سلبيه؟ مو خطا طبي، هلا نحن بنحكي فرط التعرق عن تدبير اكثر من قصه. اول شغل احيانا الوزن الزايد بيعمل فرط تعرق، بنقول له اخي ضبط وزنك شوي ممكن تستفيد، عم نحكي شيء ابسط شيء. الشيء الثاني نحن عندنا منك في عندنا شغلات موضوعيه مركبات كلوريد الالومنيوم، هدول كثير بتفيد انه شلون مو انه توقف التعرق شلون، بقدر ما انه انت الافرازات وكذا تكون اخف، يعني شلون هي الشيء البسيط موضوعي يعني شلون، تمام. الحديث بعد منا شلون بنجي بقى هي المشكله بيننا وبين تموت الجلديه والتجميل شلون. اذا كان فرط التعرق صاير مكان واحد مثلا نفرض بايد مثلا بس بباط واحد كذا شلون، البوتوكس كثير مفيد، بوتوكس عم ينحقن كميات مدروسه شلون بتركيز معين بالمكان اللي عم يصير فيه
فرط التعرق شلون عم يوقفوا من ست لثمان شهور شلون. هلا احد سيئات البوتوكس انه بده ينعاد مره ثانيه، بده ينعاد مره ثانيه. الشغله الثانيه البوتوكس هو كمان زيفان، هو اساسا يعني هو ماده سميه يعني شلون، فاذا انحقنت زياده او بتركيز مزبط كذا ممكن تعمل مشاكل، احيانا ممكن تعمل شلع عضلات كذا، فنحن ما كثير بنحبزه مثلا. اكثر شيء بنقول بالباط يعني ممكن يفيد، بس بالايدين مثلا بنحبزه عشان ما ياثر على حركه الايدين شلون، بالوش كمان عشان ما حركات تعبيريه تمام. هلا اذا كان لا عندنا مشكله معممه باكثر من مكان مثلا وش باط كذا، فساعتها بنحكي بقى بالدور الجراحه التنظيري، انه نحن بنعمل شيء اسمه خزع ودي التنظيري. خزع الودي التنظيري نحن عم نشوف الخزع الودي الصدري التنظيري شلون، بندخل ثقبين صغار بكل باطن شلون تمام. السلسله الوديه المسؤوله عن تعصيب الخلايا العبقيه عرفت شلون، نحن عم نقطعها، فاشاره تجي للخلايا للغدد العبقيه بالايدين بس بالباط كذا ما بتجي اشاره، ضلت هي تنظيم الزايد تبعيتها من انه هي عم تعرق، وقت بيكون في حراره زياده في نشاط زياده شلون. بس هذا فرط التعرق اللي غير ملائم عم يكون بشكل غير مناسب شلون، هذا خلص حيختفي. بس هي الحاله التنظيريه دكتور هل الى مساوئ في حال استخدمناها ان كان هلا مو مساوئ بدها او اي مكان؟ هلا هي مو مساوئ، هي بدها خبره شلون. احيانا احنا اذا واحد مثلا ما كثير خبير بالمكان مو متعرف ما كثير، اذا طلع اكثر ممكن يصير شيء بسموه اطراق الجفن شلون، اذا طلع زياده مثلا نحن بنعمل خزع نص العقده النجميه الاولى شلون، هي مسؤوله كمان عن تعصيب جفن العين شلون. اذا طلع الواحد زياده ممكن ياثر ويعمل اطراق جفن، بس هي على اليد الخبيره ما بتصير مشاكل يعني شلون، هي عمليه كثير سلسه كتير سهلة. عنا دراسة من تشرع عنا دكتور هاي العملية؟ هلا عملك نحن من زمان كنا نشتغل ثلاث مداخل بكل ابنة كل طرف لحاله وكذا، هلا حالي عم نشتغل أنا ومعظم الزملاء عم يشتغلوا يعني شلون، الطرفين عم يشتغلوا بنفس اليوم، ثقبين صغار مدة عملية كلها بأربع ضع يعني عملية الطرفين عم يكون حوالي ساعة كل العملية، استشفاء ثلاث أربع ساعات عم يطلع ديكي السيرجري يعني جراحة يوم واحد عم يطلع بنفس اليوم من المشفى، متابعة بسيطة عرفت كيف، مسكن بسيط وعم تنحل المشكلة بشكل نهائي عرفت كيف. نشمنا سلسلة تقريبا حوالي 600 حالة عرفت شلون، كانت يعني كثير واعدة وكثير جيدة. الفكرة الأساسية بالشغل كله إنه أنت تحطي الأسباب صح، إذا أنا مكان واحد فهو البوتوكس حيكون أفضل عرفت شلون، أكثر مكان الأفضل إنه نحن نعمل خزع ودي تنظيري عرفت كيف، نحل المشكلة كاملة إن شاء الله تعالى. بس لو تفصيل صغير دكتور، اذا بنقول اكثر من مكان ممكن نعمل الايد مع الباط مثلا، هل انت ما عم تعملي انت هون في هلا في طريقه كانت قديمه كانوا يعني يعملوا استئصال جلد الخلايا العبقيه بنفس المكان، مو معقول انت تعملي جرح كبير كذا بكل مكان، انت عم تشوفي عم تجي على العصب المعصب المنطقه هي ما عم تجي انت، فانت عصب كل الاعصاب الوجه الرقبه الباطن الايدين كذا كلها مكان واحد هو بجنب العمود الفقري شلون يعني بالصدر، فانت وقت عم تخزعي هدول العقد يعني هي على الفيديو بتشوفيها عمليه كثير كبيره، بس هي العصب الشعره يعني دوب رفع الشعره، فانت عم تجي على اماكن اللي عم يعصبها، فانت كلهم بتساوي مكان واحد ما في انه ايده كذا، هي مكان واحد هو من الباط ثقبين صغار عم تحلي مشكله كامله. مش على القصة ما يعني شوي هيك لا مو مش على هي بالعكس، انت في ناس كثير ما كانت تعرف انه لها حل ايه، بس يعني انه اليوم بده يكون كثير حالي متقدمه لحتى في اشخاص كثير بيعانوا من هي القصه التعرق، انا بعرف اشخاص فعلا بسبب لهم احراجات بشكل كثير كبير. هلا انا احكي لك امثله صغيره، احنا كنا فترات بيجيك مثلا جتني طالبه هندسه تركت الهندسه بدها تترك الهندسه انه هي كل ما بترسم كذا شلون ايديها عم تفشي كذا شلون، بيجوا عند منك ناس بدني شتاء شلون مثل عم ينشف ايده قبل ما يسلم عليكي يعني، في اوضاع كثير محرجه شلون، مو انه والله بس طبعا فهمت عليكي، انت عم في لها حل، فنحن الحلول بس هي كونه جراحه دكتور وتنظير، فيعني بنقول انه تعرق معنا كثير هي القصه او القضيه المستاهله اليوم هلا انك تدخل هلا تحت جراحه سوي منك وتنظير. هلا انت بفكر بجوز انت نحن عم نشوف شغل مبقى اي والله معقول انا اسوي، هلا انت كلمه تنظيف فانت يعني هلا من زمان ما كان حد يحكي بك مثلا، مو معنى شق الصدر شق كامل مثلا حتى اعمل والله واحد عم يعرق شوي، بس هلا انت عم تخدم الثقبين كل ثقب تقريبا نص ميلي نص سنتي او شلون، ثقبين صغار شلون عمليه يعني خلال ساعتين ثلاثه عم يروح على البيت شو اسمه بتستاهل يعني شلون، عم تحلي مشكله نهائيه عرفت كيف، مو انه والله انه يعني طبعا عقابيل كثير بسيطه شلون، وحالات النكس يعني تقريبا ما بتجاوز 1% شلون، ف 99% بتستاهل انه الواحد يساوي فيها شلون، وبنفس الوقت ما قلت لك يعني بتخلص من احراج، انت ما تخيل واحد انه والله حيترك الاختصاص تبعيته منه مثلا، او انه والله ما قاعد بالبيت منعزل. بس يعني دكتور يعني شو هي الحالات اللي ما بتنصح انه الشخص يساوي مثل هي العمليه لو انها بسيطه، ممكن يكون يعاني من قصه معينه او نقص معين ما بعرف شو هو، ممكن انت تقول لا هون ما
ما بعمل العمليه او كل الاشخاص مو كل الاشخاص هلا نحن بتقلك نحن الحاله بتندرس يعني نحن الحاله دائما عم قلت لك ما بيجي مريض بس قوم سوي عمليه شلون حنقيم حالته في تحاليلها تنطلب في اسئله تسوى في اختبارات تسوى بالعياده نفسها حتى نقيم هذا فرط عوق اساسي ولا فرط عوق ثانويين اطا وشو مدى الفائده شلون بتناقش الحال احنا كثير حالات بنحول اطباء جلديه انه خير هذا مشكله اخي بس باطه مستعمل له بوتوكس انت وخلاص ما في داعي نعمل عمليه شلون ولا في حالات هن كان جلدي بحول اخي لا هذا شغله معممه شلون بده انه خزع ودي شلون هلا خزع ودي عمليه كثير وعده مثل ما قلت لك يعني ناس من قبل 10 سنوات انا بلشنا نشتغل وكذا ما كان الناس كثير عندها فكره فيه انه خي عندي عم مشتق وعاني في صمت ما عم يعرف شو تدبيرنا في حلول والحلول بتتناقش مع طبيب الجلديه او طبيب التجميل وطبيب الجراحه التصدريه شلون حتى يناقش انه سوي الانسب شلون بس سواء هيك وسواء هيك شلون اكيد النتيجه حتكون في تحسن فوق 90% شلون عن الوضع اللي بيكون فيه كيف الفكره انت ما يعني نحن ماشي اسمح اشتغلنا حتى قدمنا شلون حتى اشتغلنا حالات 12 سنه 13 سنه الاطفال الصغار شلون كمان مو اولاد بالمدرسه كمان دائما عم يعني انه شو عم الاولاد مثلا عم تعملها من ايدك مثلا كذا يعني عم يتمقلسوا عليك كذا نفسيا تحت ال 18 كمان بيقدروا يعملوا هلا نحن الدراسات من سنين ممكن تساوى شلون بس نحن اشتغلنا اقل سنه اشتغلنا 12 سنه شلون لحديت 60 سنه في حالات شاغلين عرفتي كيف الفكره انت بدك تدرس القصه مضبوط ويتقيم التشخيص صح وتدبير الامثل دكتور في اشخاص بيقولوا لك فرح انه نحن ما بنعرق ابدا ما عندنا هذا الفرط بالتعرق وبترجع مثلا نفس الاشخاص بيقول لك انا صار عندي حاله تعرق فظيعه بعد كم سنه تغيرت الحاله الجسديه شو اللي تغير اليوم ضمن الجسد حتى تغير وظيفه اليوم فرط العرق عنده لا هي مو تغير هي التعرق مثل لك مطلوب بالجسم بالجمله الوديه الجمله الوديه الله خلق بالجسم في جملتين وديه ونظيره وديه هدول تعصيب ذاتي يعني الجسم العقل ما بيتداخل فيهم شلون لحالهم بيشتغلوا الجمله الوديه الله خلقها هي شغل الدفاع يعني واحد متحفز بيقاتل كذا بتلاقي بيعرق الحماق وشه شو الفرق بين حالتين دكتور انه هو كان ما عنده حاله تعرق شديد وصارت صارت هلا بصير انه هو بالنسبه له انه هو صار انه الجمله الوديه عنده منه شلون صار متحفز اكثر صار في افراز شجاع طبعا صار في شجاعه اكثر شوي فصار في افراز أكتر. هو هرمون غضب يعني هرمونات شو اسمه هي هرمونات غضب الجمله الوديه شلون فدائما بتلاقي متحفز كذا الفكره نحن انه نضبطها شو الضبط طبيعته انه نحن نرجع الجسم للشغل عم يشتغل بشكل صح لما هي الخلايا العرقيه بشكل عام هي لها تنظيم ذاتي لحالها يعني ما انه يعني بتطلع حرف فوق 39 حتفرز عرق بدون اي تنبيه بس اللي عم يصير مشكلتنا هون بالفرط التعرق الاساسي انه عم يجي تنبيه على الحرارة 35 مثلا بتلاقي الدنيا شتاء وايديك عم تشفشي ما عرفت كيف هلا الفكره الاساسيه هون اللي عم نحكيها بس حتى ننبه عليها في ناس كثير بتقول انه مثلا انه هذا العرق شغله عم يفرزها الجسم وحام وكذا والسمع عم تحبسه كله هون نحن ما عم ندخل على الخلايا العرقيه العصب اللي عم يوصل لحتى يجي الخلايا العرقيه كذا فالخلايا العرقيه حتضل موجوده الجلد ما حيصير فيه جفاف ما حيقشر الجلد يعني ما حي... وبنفس الوقت نحن هي مضبوطه بطريقه انه نحن ترجع على الشغل الاساسي لازم نشتغله طيب دكتور اذا نحن بنقول عن البوتوكس فهو حل مؤقت مثل ما قلت تمام. بعض الاوقات دكتور بتنصح الاشخاص وايمت انه نحن ما نلجا للعمل الجراحي او حتى التنظيري نكتفي فقط بالبوتوكس لما بيكون يمكن في منطقه واحده مثل ما قلت في امور ثانيه بتلجا فيها للبوتوكس او لا بوتوكس هلا مو بس على العرق بوتوكس هلا احنا بنستخدموه بوتوكس بتركيز معين اماكن معينه لعلاج الشقيقه تمام الحديث في ناس بوتوكس مشان احيانا يعني تجاعيد الشيخوخه وكذا كيف بوتوكس ممكن نستخدموه بحالات الشقوق الشرجيه بشكل كثير مفيد عندك حالات منك بيكون عند منك في مثل الاكاليزيا بسموها بالمبيع شلون كان البوتوكس يعني هو مثل لك سم ولكن له شغلات كثير علاجيه بتركيز معين باماكن معينه كثير مفيده شلون وفرط التعرق مثل ما قلت لك اذا كان مكان محدد شلون البوتوكس افضل من انه تسوي عمل جراحي شامل ان شاء الله بالصحه والسلامه للجميع ويمضى هذا الصيف من دون فرط التعرق ان شاء الله شكرا حكيم لوجودك معنا وشكرا لكل المعلومات الحلوه اللي قدمت لنا اياها اكيد شكرا لك دكتور اكيد رشا الصحه والسلامه للجميع